حياكم الله من جديد. البداية وكما جرت العادة سوف تكون من الملحق الرياضي لصحيفة الصباح وأبرز ما جاء من عناوين لهذا اليوم. في ختام الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز، الديوانية يرنو لفوز جديد واختبار صعب للكرخ، تحديد موعد انتخابات الصحافة الرياضية، والشرطة يستعيد نجمه محمد قاسم القيثارة بطلا لأندية العراق بالجودو. وكانت هذه أبرز عناوين الصباح، منها إلى الزمان في الملحق الرياضي لهذا اليوم. نقرأ: القيثارة تتسيد بطولة أندية العراق للشباب والمتقدمين بالجودو، والجوية تفاتح فيفا وكاس بشأن حمادي. وهذه أبرز عناوين الملحق الرياضي لصحيفة الزمان. إلى الدستور في الملحق الرياضي نقرأ لهذا اليوم: دورينا يتخطى بدايته الخجولة والسماوة ينتشي بعبور الميناء. باسم قاسم: أضعنا الفرص أمام النفط وكهرباء يعادل الحدود. شهد: نستحق نقاط الفوز، ونفط ميسان يلاعب الديوانية. من الدستور نتجه صوب المدى ونقرأ ما جاء من عناوين لهذا اليوم: الجوية تفاتح فيفا وكاس لاسترداد حق حمادي أحمد. الفيحة مسرحا لقمة الجنوب بين نفط ميسان والديوانية، ودرجال يشاور أندية النفط ويؤكد العمل بالاستثمار الرياضي. من المدى مشاهدينا الكرام إلى الحقيقة في الملحق الرياضي لهذا اليوم نقرأ: هدفان وطردان، قمة الزوراء والنفط تنتهي بالتعادل الإيجابي، وأبطال الشرطة يسيطرون على بطولة أندية العراق بالجودو. التطبيعية ترفض طلب تأجيل مباراة النجف ونفط الوسط. من الحقيقة إلى الصباح الجديد وما جاء من عناوين لهذا اليوم: فوز مهم للشرطة، والزوراء يتعادل أمام النفط اليوم، لقاءان في ختام الجولة الثانية لممتاز الكرة. ملعب صلاح الدين الأولمبي يصل إلى منتصف مرحلة الإنجاز، ودرجال يحضر الاجتماع التشاوري مع الأندية الرياضية النفطية. حضور عليوي ودرجال لبطولات الفرق الشعبية خطوة نحو التقدم والازدهار. وكانت هذه أبرز عناوين الصباح الجديد. إلى المشرق نقرأ ما جاء لهذا اليوم: الطلبة يهزم الصناعات بثلاثية بيضاء في الدور الثاني من ممتاز الكرة، والديوانية يفتقد ثلاثة لاعبين في مواجهة نفط ميسان. مروان حسين يغيب عن الملاعب 45 يوما. كانت هذه أبرز عناوين المشرق. إلى الزوراء نقرأ ما جاء لهذا اليوم: القوة الجوية يعود من البصرة بفوز ثمين، وزاخو يعادل أربيل في الوقت القاتل. الإصابة تغيب مروان حسين عن فريق الشرطة. من الزوراء إلى صحيفة شرطاوي وأبرز العناوين لهذا اليوم: شهد، سأعمل مع جهازي المساعد للتخلص من قلق الفرص الضائعة. وحزين على مروان حسين، وأمجد وليد مواجهة لها طعم خاص. من الشرطاوي نختم جولة العناوين في صحيفة الرياضي الأسبوعية وأبرز ما جاء لهذا اليوم: انتخابات اتحاد الصحافة الرياضية منتصف الشهر المقبل، والرياضي تكشف موعد عودة الجماهير إلى المدرجات. العراق يطلب استضافة بطولة آسيا بكرة الطاولة للمنتخبات. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولة في أبرز ما جاء من عناوين في صاحبة الجلالة لهذا اليوم. بعد الفاصل سوف نكون مع أبرز ما كتب من مقالات، فأرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله إلى الصباح، حيث كتب الزميل كاظم الطائي مقالة تحت عنوان: من معطف الدوري. تحدث فيه عن قراءة لما جاء في الجولتين الأولى والثانية من دوري الكرة الممتاز. أبرز ما جاء في هذا المقال بصوت الزميل أثير باقر. تواصلت في بغداد وملاعب المحافظات مباريات دوري كرة الممتاز للموسم الحالي، وأسفرت اللقاءات عن نتائج متباينة. حضر التعادل في العديد منها. الضيف الجديد لدورنا فريق القاسم الذي يلتقي اليوم الكرخ، ترك بصمته في اللقاء الأول وتعادل مع نفط ميسان بثلاثة أهداف لكل منهما، محققا حصيلة جيدة من الأهداف.
وربما سيكون الحصان الأسود في النسخة الحالية الميناء بنقطة يتيمة أمام الحدود، مطالبا بتحسين المستوى والظفر بنقاط شبه محسومة على أقل تقدير بعد أن تعطلت مسيرته عند الحاجز السماوي. ويرنو جمهوره الوفي لإطلالة أكثر إشراقا في الموسم الحالي تعيد له صولات الأمس الزاهر التي منح بموجبها اللعب في بلدنا مواهب. لا تنسى السماوة تجرع خسارة ثقيلة في لقاء نفط الوسط قوامها 5 أهداف لهدف، لكنه عاد للأضواء بفوزه على البناء وأنهى الزوراء مبارياته بتعادلين أمام الشرطة والنفط بنتيجة متشابهة، وحصد الشرطة 4 نقاط من تعادل مع الأبيض وفوز على الأمانة. ولم يكن حظ الأمانة في برج سعده إذ تلقى خسارتين مع أربيل والقيثارة. النفط حصد 4 نقاط من فوز بالثنائية على الصناعات الكهربائية وفي جعبة الكهرباء والكرخ والنفط، وتعادل مع النوارس وظفر الحدود بنقطتي ميسان والقاسب 1 نقطة، وعليهم رفع الرصيد في مقبل المباريات. وخزائن الجوية وأربيل ونفط الوسط مشرعة للقطاف. إلى الرياضي، حيث كتب الزميل الدكتور هادي عبد الله مقالة تحت عنوان علاج ما خفي من الأزمة، تحدث فيه عن الانتخابات المرتقبة للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، وقد راهن على صعود وجوه جديدة إلى المكتب التنفيذي. ينتظر الكثيرون ونحن معهم انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في رهان على صعود عدد من وجوه جديدة تملك من القدرات ما يساعد الأولمبية على تجاوز نكساتها الكثيرة في الدورة السابقة على هذه الانتخابات. ومن غير أن نخوض في أسباب التخلف الأولمبي عن مواكبة طموحات الهيئة العامة للرياضة العراقية وجماهيرها، كون الأولمبية هي الجهة الأعلى المسؤولة عن رياضة الإنجاز، فإننا لابد أن نتوقف في محطة غاية في الأهمية، وهي محطة الإدارة الرياضية الرصينة. إذ أن غياب الإدارة الاحترافية جعل من مركب الأولمبية لعبة بين يدي رياح الأمزجة والمجاملات والسهو وارتكاب الخطايا، فضلا عن الأخطاء البريئة. المرحلة الأولمبية المقبلة توجب تجديد أشرعة المركب الأولمبي لتكون أكثر قوة ومرونة أيضا. وهنا نعي الإدارة، وهي المفصل لا يتعلق بأعضاء المكتب التنفيذي، وهم رياضيون أكثرهم يفتقد صفة الإدارة المحترف، ولا أحد يلومه على ذلك، وإن كان عليه أن يتعلم ويطور مهاراته الإدارية باستمرار. الأمر محصور في الملاك الوظيفي في اللجنة الأولمبية للشهادة، وأنا قريب جدا منه، وفيه الكثير من المؤهلين للقيام بالعمل على أفضل وجه، ولكن فيه أيضا ممن فرض حياء أو كرها وهو بعيد، ليس لديه الرغبة أو القدرة على العمل الإداري الاحترافي. وحتى هؤلاء المحترفين إداريا، فإن نرجسية بعض أعضاء المكتب التنفيذي وإصرارهم على عدم الاعتراف بجهلهم تجعل من وجودهم غير ذي بال في تخطي الأزمات. ننتقل إلى المشرق، حيث كتب الزميل عمار ساطع مقالة تحت عنوان من أجل ديربي النجف، تحدث فيه عن الإشكاليات التي رافقت ديربي النجف ما بين نادي النجف والنادي نفط الوسط في الجولة الثانية من دوري الكرة الممتاز. هل كان بالإمكان تجاوز مشكلة اسمها ديربي كرة النجف بين فريقي المدينة الأم النجف العريق باسمه ومكانته وشقيقه نفط الوسط الصغير بعمره الكبير بإنجازاته؟ ولمصلحة من حدث كل ذلك التوجس والتزمت بمعنى آخر، هل افتقرنا إلى حكماء القوم من أولئك الذين يمكن لهم التأثير على جانبين والتوسط بين هذا الطرف وذاك وصولا لتقريب وجهات النظر وإنهاء التزمة الإصرار وصولا إلى طريق التوافقات ورأب التصدعات، ويقف بوجه الفتنة ويقضي على المتصيدين في طريق التوافقات ويقضي على المتصيدين في الماء العكر؟ لا أريد أن ألوم أولئك الضعفاء الذين حضروا في الواجهة ولم يقدموا أي شيء، لكنني ألقي باللائمة على الذين يحثون كلا الطرفين على البقاء والإصرار كل على موقفه، والنتيجة
أن تدفعوا أجندة المسابقة إلى خدش كبير وافتقار إلى احترام المواعيد. المشكلة يتحملها الجميع، الجميع نعم، لأن الجميع مشارك فيها. حدث من فتور وابتعاد في القضية الأهم، وهي أن يحضر فريق النجف إلى ملعبه يوم الجمعة ولا يجد الطاقم التحكيمي ولا الفريق الضيف، لأن القرار عند تطبيعية هو إقامة اللقاء يوم السبت في ملعب كربلاء الدولي المستوفي في شروط التراخيص، بينما حضر فريق نفط الوسط إلى ملعب كربلاء يوم أمس السبت في وقت كانت إدارة نادي النجف تصر على عدم خوض المواجهة على اعتبار إنها تعرضت للظلم والغبن، وإنها قررت الانسحاب وستدخل فيما بعد بدوامة الشكوى والتظلم. في افتتاحية صحيفة الشرطاوي كتب الزميل حسين الخراسان مقالة تحت عنوان هوامش من وحي المسابقة، تحدث فيها عن جملة من الأمور التي رافقت انطلاق الدوري الكروي الممتاز بعد جولتين من انطلاقه. لم يزل دم قضية مباراة النجف ونفط الوسط حارا ولم يبرد، حتى أن عد الأول خاسرا بثلاثية بحسب لوائح المسابقة زادته احتقانا حرب البيانات وبعيدا عن الاصطفاف هنا وهناك. نرى أن إعادة النظر بقرار المسابقات بحد النجف خاسرا يجب أن يكون أول القرارات المتخذة، وهذا الشيء لا يعد مثلبة بحق من سيتخذه لسبب بسيط، وهو أن نقاء المسابقة وخلوها من تلوث العلاقات يبقى مهما قبل كل شيء آخر. الأخوة في التطبيعية مطالبون بإعادة النظر في الملاعب الأخرى التي تقترب كثيرا من ملعب النجف أو ربما أقل، لتحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة، لا سيما تلك التي تشعر بالغبن. إدارة نفط الوسط سعت مبكرا إلى ردم هوة الخلافات في العائلة النجفية وطالبت بتأجيل المباراة إلى إشعار آخر، ريثما تنجلي ضبابية الموقف. مسابقات التطبيعية اختاروا ملاعب محددة يقيم فيها المباريات وخلاص، ليستمر الدوري بلا بيانات توجع الرأس والقلب. ترطيب الأجواء واجب، وتخندقات في الشمس والظلام لن تأتي بالمراد سوى زيادة رقع الخراب. لم أتفاجأ مطلقا بغياب كراسي مواعيد الدوري، فالواقعية تحتم علينا التصرف بمنطقها لا بمنطق القفز على الحقائق. أشياء شتى تلقي بظلالها على المسابقة والمواعيد، ومطالبات تحديد التوقيت ضرب من الخيال. فلا ترهقوا أنفسكم، ولو كان الأمر بيد المسابقات لأقدموا على تحقيق ذلك بمنتهى الأريحية. وللحديث أكثر عما جاء في المقال ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل حسين الخراساني. صباح الخير أستاذ حسين، إذا كنت تسمعني. صباح الخير أستاذ محمد، تحية لك وتحية إلى كل مشاهدي قناتكم الكريمة ولا برنامجك. قبل الدخول في تفاصيل المقال لهذا اليوم، دعني أستفسر عن حالة اللاعب مروان حسين بعد تعرضه للإصابة يوم أمس في لقاء نادي الشرطة. نعم، يعني يوم أمس أجرى اللاعب مروان حسين عملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد. نعم. وعلى ضوءها يعني راح يغيب عن الفريق لمدة تراوح بين الشهر و45 يوم. نعم. أمنياتنا للاعب بالشفاء والعودة السريعة إن شاء الله بعد ما زال الدوري في بداية المشوار. وان شاء الله اللاعب مروان حسين ممكن ان يعود بمستواه المعقود الى مع الفريق ليشكل اضافه قويه ان شاء الله مع الفريق الشباب. نعم، ابدا معك من حيث انتهى المقال. هل فعلا التطبيعيه غير قادره على ان تصدر كراسا منظما لدوري الكره الممتاز، وهل فعلا هذا الموضوع هو ضرب من الخيال كما تحدثت في المقال؟ يعني ليست التطبيعيه ليست قادره على انتاج الكراس، والكراس ربما في اي مسابقه اخرى لا تخضع لربما ازمات في البنى التحتيه، من الممكن ان يكون شيء يسير جدا، لكن انا دعيت في مقالي الا نقفز على الحقائق. يعني في الاتحاد السابق كانت هناك الكثير من المطالبات بانتاج كرات الدوري، والان نفس المطالبات ربما تستمر. هذا ليس في يعني مثلبه بحق الاتحاد او التطبيعي، الامر لا يخضع لاهواء او مزاجات الاخوان في لجنه المسابقات، لكنه الواقع يشير الى انه من الصعب جدا ان تحدد المواعيد، على اعتبار ان يعني هناك اكثر من 4 انديه
مثلا الأندية الأربع الجماهيرية لا تمتلك ملاعب خاصة بها، هناك ناديين أخرين يلعبان في يعني في ملعب واحد مثل الصناعة والنفط والصناعات في ملعب الصناعة، كل هذا يلقي بظلاله. في البصرة أيضا عدة فريقين يلعبون بملعب واحد، كل هذا يلقي بظلاله على المسابقة. ولو كان هناك ملاعب، أنا ليش دعيت أنه لجنة المسابقات التطبيعية عليها أن تختار ملاعب محددة بعيدا عن الأوم والأوي، بعيدا عن يعني الذهاب والإياب، تختار ملاعب محددة تجري عليها المسابقات حتى وإن كانت ليست الملاعب الخاصة بالفرق، من أجل أن تكون هناك مواعيد مثبتة يعني الفرق، ومن الممكن أن نشاهد الجولة تنتهي في يومين على الأكثر. لكن إذا بقى الحال على هذا الوضع نفس الوضع السابق، لا أعتقد أنه أحد يستطيع أن ينتج الكرات بشكل واضح جدا. طيب أستاذ حسين، دعنا نتحدث عن حالة الاحتقان ما بين إدارة نادي النجف الرياضي واللجنة التطبيعية، بسبب أن اللجنة التطبيعية اتخذت قرارا بخسارة نادي النجف النقاط الثلاث أمام نفط الوسط وعدم الذهاب إلى ملعب كربلاء. هل هذا الموضوع سوف يؤثر بالشكل السلبي على انطلاقة الدوري، والكل يعرف بأن الدوري يمر بمرحلة قد تكون استثنائية في هذه النسخة؟ نعم طيب محمد، يعني احنا ليس المسابقه ليست بحاجه الى بيانات توجع الراس والقلب والى خصومات والى نزاعات يعني لعبه او مباراه تلعب في هذا الملعب وذاك الملعب، كان نفترض ان يعني نتحمل الكثير من الاراء سواء حتى الاراء المناهضه لهذا، ولا نصر على المضي في الخصومه. من الممكن ان تنقل المباريات خارج ملعب النجف او في ملعب النجف ما دام انه ليست هناك تراخيص في هذا الموسم، الاتحاد الاعتيادي رفع الاستثناءات فيما يخص هذا الموضوع، فيما فقط الانديه الثلاث المشتركه في بطوله اسيا الزوراء الشرطه والزوراء والجوي. واعتقد انه هناك الكثير من الملاعب اقل مستوى من ملعب النجف، حقيقه انا شاهدته بالفتره الاخيره كان ملعب يعني بالنسبه للارضيه ملعب جيد، واعتقد انه لو اقدمت مسابقات تطبيعيه على تحديد الملاعب لما ذهبنا الى هذا الخصام والى هذا الصراع والصداع المبكر. تحديد الملاعب بشكل واضح من الان يعني ينهي كل الخلافات الموجوده وينهي كل المشاكل حتى المستقبليه ممكن ينهيها، على اعتبار انه الجميع يعني من حقه ان يلعب على ملعبه او ملعب الاخر. نعم، تدخل السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لترطيب الأجواء ما بين إدارة نادي النجف واللجنة التطبيعية، هل ترى بأن هذا التدخل سوف يفضي إلى أن تكون هنالك حلول لهذا الموضوع وأن يكون قرار اللجنة التطبيعية بخسارة نادي النجف قيد المراجعة دون الثبات عليه في الأيام القليلة المقبلة؟ يعني نعم، وان كان متاخرا فهو لكنه مطلوب، كان المفترض يعني من السيد الكابتن وزير الشباب الرياضه الكابتن عدنان درجال يعني يتدخل ربما يعني اكثر من هذا الشيء من اجل ان لا يصدر او تصدر للمسابقات التطبيعيه قرارها بعد فريق النجف خاصه، الان ربما وصلنا الى مرحله يعني حساسه جدا من العلاقات ومن حتى يعني بين الطرفين نفط الوسط والنجف وحتى في مسابقات التطبيعية، لكنه الأمر احنا الآن نحتاج إلى ترطيب الأجواء يعني حسنا سأل السيد. طيب أستاذ حسين، لماذا رفضت اللجنة التطبيعية بيان نادي نفط الوسط بالتأجيل لهذا اللقاء حتى يكون هنالك حل لهذا الموضوع، وذهبت إلى أن تعتبر أن النجف خاسرا بثلاثة أهداف والنقاط الثلاث لمصلحة نفط الوسط؟ يعني بيان نفط الوسط كان مهم جدا، إدارة نفط الوسط مهم يعني كانت تسعى إلى ردم الأول بالخلاف بين الشقيقين نادي النجف ونفط الوسط، وطالبت التطبيعية بتأجيل المباراة، كان المفترض أن تؤجل المباراة بدلا من أن نذهب إلى هذا الاتجاه الصعب في العلاقات وفي البيانات وربما في خيارات الانسحاب مثل ما أشارت إدارة النجف، لكنه يعني تدخل السيد وزير الشباب الرياضة اللحظات الأخيرة ربما سيعيد الوضع إلى ما هو عليه ويتم تأجيل المباراة أو تأجيل المباراة إلى شعر آخر ومن ثم خوضها في وقت محدد آخر. نعم، بسؤال أخير أستاذ حسين، أين أصبحت
المدينة الرياضية لنادي الشرطة أو ملعب نادي الشرطة الجديد؟ تعرف نادي الشرطة هو يعني في 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 هذا الوضع هو النادي المستفيد من هذا الموضوع، الموضوع كله يعني ما بين وزارة الداخلية وما بين الشركة المنفذة، هناك كثير من العراقيل حقيقة يوسفنا كإدارة وكمتابعين وكمحبين وكإعلام لنادي الشرطة أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لكنه أعتقد أنه خطوات ربما مستعجلة في الأسابيع المقبلة من أجل أن ترى المدينة الرياضية إن شاء الله النور من جديد. نعم، الزميل حسين الخرساني انضم إلينا للحديث حول موضوع المقال المنشور في صحيفة الشرطاوي تحت عنوان هوامش من وحي المسابقة، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، جولة في مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية سوف تكون من الفيسبوك في الحساب الرسمي لنادي القوى الجوية الذي تحدث عن انتصار الفريق من أرض البصرة على نفط البصرة بهدفين وبالتالي الوصول إلى العلامة الكاملة بعد جولتين من انطلاق دوري الكرة الممتاز، وكان هذا الحساب الرسمي لنادي القوى الجوية. منه إلى الحساب الرسمي لنادي الزوراء الذي تحدث عن التعادل الثاني في الجولة الثانية أمام نادي النفط بهدف للكل، وبالتالي الزوراء بنقطتين من تعادلين أمام ناديي الشرطة والنفط. نترك حساب نادي الزوراء ونتجه صوب حساب نادي الديوانية والحديث للمدرب مدرب الفريق سعد حافظ عن المباراة المقبلة لنادي الديوانية أمام نادي نفط ميسان وأهمية هذا اللقاء بعد أن حقق انطلاقة مميزة نادي الديوانية في الجولة الافتتاحية من الدوري بالانتصار وتحقيق النقاط الثلاث. لنتابع ما جاء من تصريح للسيد سعد حافظ. طبعا بعد الفوز في المباراة الأولى أمام نجف اللي كانت فيها ضغوطات كبيرة على الفريق، أنا أعتقد مباراة نفط ميسان أعتبرها مباراة مثل كل مباريات الدوري، يعني عدينا العدة لها، جهزنا اللاعبين من ناحية المعنوية من ناحية الفنية من ناحية البدنية، وشاهد أنه اللاعبين لديهم جميع اللاعبين لديهم الرغبة في المشاركة في هذه المباراة. نعم شاهدنا مباراة القاسم ونفط ميسان وشخصنا كثير من العوامل الإيجابية كانت أو سلبية لفريق نفط ميسان، نحاول أنه نحجم فريق نفط ميسان في هذه المباراة وإن شاء الله الخروج من نقاط ثلاثة. الغيابات أمر طبيعي بصراحة، لا نركن أنه ونتكلم دائما في الغيابات، الغيابات دوري طويل، وأنا في مخيلتي يعني لحرمان لقرار إداري قرار فني لإصابة، هذه يجب أن نتعامل معها. أنا عندي 24 لاعب، أنا أعتقد كلهم جاهزين وكلهم لديهم القدرة ولديهم المقدرة من تنفيذ الفريق ويعوضوا اللاعبين اللي يغيبوا لجميع الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الحمد لله على سلامة وصول وفدنا، نتمنى أنه يكون الفريق جاهز جميع اللاعبين ان شاء الله لمباراة غدا. المباراة اكيد مهمة، هي راح تكون خارج ملعبنا، يجب ان نكون اكثر واقعيين، المدرب اكيد راح يوضع الطريقة المناسبة لهذه المباراة، اكيد جايين من نتيجة ايجابية، نتمنى انه نعزز هاي النتائج الايجابية وفريقنا قادرين ان شاء الله رغم غيابات كثيرة بالفريق، لكن الموجودين ما مقصرين وجميع اللاعبين ان شاء الله راح يكونون على قدر المسؤولية. وفريق نفط ميسان ايضا فريق جيد، نتمنى انه تكون النتيجه ايجابيه حتى نفرج جمهورنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله كل جاهزين لمباراه غدا ضد نفط ميسان، ان شاء الله قادرين نحصل على نقاط ايجابيه نرضى الجمهور بها وكادر الترتيبي والتوفيق من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الفريق على تم الاستعداديه ان شاء الله والجاهزيه للفريق المباراه فريق ميسان، وان شاء الله عازمين على تحقيق ثلاث نقاط نرضي بها الجماهير والكادر التدريبي والاداره.
حياكم الله من جديد. البداية سوف تكون من الحساب الرسمي لنادي الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، والذي تحدث عن مروان حسين الذي سوف يغيب لمدة لا تقل عن شهر ونصف بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أحمد جلال الذي سوف يعود إلى تشكيلة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، ومهندس الوسط محمد قاسم الذي تعافى من الإصابة وعاد إلى تشكيلة الفريق. كان هذا الحساب الرسمي لنادي الشرطة على انستغرام، منه إلى الحساب الرسمي لنادي نفط الوسط والذي نشر بيانا طالب فيه بتأجيل مباراة النجف، ولكن قرار التطبيعية كان واضحا بأن فريق النجف خاسر لهذا اللقاء الذي يجمع طرفي مدينة النجف، نادي النجف ونادي نفط الوسط. نذهب مشاهدينا الكرام إلى حساب عراق سبورت الذي تحدث عن سيد عدنان درجال والذي قال بأنه سيتدخل لعملية ترطيب الأجواء ما بين نادي النجف ونادي واللجنة التطبيعية بعد حالة الاحتقان الكبيرة التي جاءت بين الطرفين بسبب قرار اللجنة التطبيعية باعتبار النجف خاسرا لقاءه أمام النفط الوسط. من انستغرام نتجه مشاهدينا الكرام صوب تويتر وأبرز التغريدات التي جاءت خلال الساعات القليلة الماضية. البداية من الحساب الرسمي للسيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والذي أمر بإيقاف العمل في بقاعة البولينج بعد أن وجد الكثير من العيوب في عملية الإنشاء لهذه البناية، وبالتالي أمر بإيقاف العمل في هذا المبنى. من الحساب الرسمي لنادي لعدنان درجال وزير الشباب والرياضة إلى عراق سبورت التي تحدثت عن إصابة نادي رئيس نادي أربيل الدكتور عبد الله مجيد بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتالي نتمنى الشفاء لرئيس نادي أربيل الدكتور عبد الله مجيد من هذا الفيروس اللعين. أخيرا نختم حلقة اليوم من الحساب الرسمي لسكر عراق الذي نشر صورة لتواجد لاعبي نادي نفط الوسط في ملعب كربلاء الدولي وعدم حضور نادي النجف لملعب المباراة، واعتبار نادي النجف خاسرا في لقاء الفريق، وبالتالي النقاط الثلاثة التي ذهبت بقرار التطبيعية إلى مصلحة نادي نفط الوسط. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه جولة في أبرز ما جاء في الصحافة الرياضية المحلية الصادرة لهذا اليوم وأبرز ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار. نشكر لكم حسن المتابعة، في رعاية الله وأمنه.